والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة ما يستفحش من الذنوب وهي كبائر الذنوب مثل الزنا وشرب الخمر قتل النفس وما أشبهها، كل ما استفحش فهو فاحشة. أو ظلموا أنفسهم بما دون الفاحشة من المعاصي الصغار ذكروا الله، أي ذكروا عظمته وذكروا عقابه، ثم ذكروا أيضا رحمته وقبوله للتوبة وثوابه، فهم يذكرون الله من وجهين: الوجه الأول من حيث العظمة والعقوبة والسلطان العظيم فيوجلون ويخجلون ويستغفرون، والثاني من حيث الرحمة وقبول التوبة فيرغبون في التوبة ويستغفرون الله، ولهذا قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. ومن أفضل ما يستغفر به سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. لو أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها والجن والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنبا واحدا ما غفروا، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. ولكننا نسأل الله المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأما أن يكون بيدنا أن نغفر فلا، لا يغفر الذنوب إلا الله. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لم يستمروا على معاصيهم وظلمهم وهم يعلمون أنها معاص وظلم. وفي هذا دليل على أن الإصرار مع العلم أمره عظيم حتى في صغائر الذنوب. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الإنسان إذا أصر ولو على الصغيرة صارت الصغيرة كبيرة. ومن ذلك ما يفعله جهلة الناس اليوم من حلق اللحية، تجدهم يحلقون اللحية ويصرون على ذلك ولا يرونها إلا زينا وجمالا، والحقيقة أنها شيء وأنها قبح، لأن كل شيء ينتج عن المعصية فلا خير فيه بل هو قبح. وهؤلاء الذين يصرون على هذه المعصية وإن كانت صغيرة لكنها بالإصرار تنقلب كبيرة والعياذ بالله، لأن الإنسان لا يبالي أن يفعل. تجد كل يوم كلما أراد أن يخرج إلى السوق أو إلى عمله يذهب وينظر في المرآة، إذا وجد شعرة واحدة قد برزت فهي إلى المنقاش أو إلى الحلق، نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يخشى عليه من هذا الذنب أن يتدرج به الشيطان إلى ذنوب أكبر وأعظم.